واحد يقول أرجو الإجابة على هذا السؤال، تعليق على قول قداستكم في المحاضرة الماضية إننا شركاء الطبيعة الإلهية في أعمال الخير المستطاعة فقط، كيف نقول إن الله لا يفعل إلا أعمال خير فقط وقد جاء في الكتاب المقدس؟ ده مش عاجبه إن يعني ربنا يعمل أعمال خير بس، وقد جاء في الكتاب المقدس عن لسان أيوب البار الخير من الله نقبل والشر لا نقبل. كلمة الشر مش معناها الخطية، كلمة الشر لها معنيان، معنى منهم هو الخطية ومعنى آخر هو الضيقات والمتاعب والحاجات دي. فلما أيوب بيقول الخير من الله نقبل والشر لا نقبل، يعني التجربة التي حدثت، الضيقة التي حدثت، هد البيوت، موت العيال، اللي هو في نظر الناس شر لكنه ليس خطية. ولذلك قال الله لأحد الملوك الأبرار في العهد القديم اللي قبل السبت، قال له يعني أن روحه هتأخذ ويموت لكي لا ترى عيناه الشر العظيم الذي يحدث تحت الأرض، يقصده السبي وتحطيم الهيكل والتهديم والرشليم وهكذا. فكلمة الشر أحيانا تكون على الضيقات والمتاعب، وأحيانا تكون على الخطية، لكن بالنسبة لربنا ما تكونش على الخطية لأن ربنا قدوس بطبيعته، الخطية من هشة لقبيه وهو من هشة لقبيه.